السلام عليكم. السلام. ما المحامي الجديد؟ أو هذا لما نمسك النوادو. السلام عليكم. السلام. إيه ما كنا سين ولا الزوزي؟ سي الزوزي مات الله يرحمه. قدم لك راسي. لك قصة دجاجة. الله أكبر. يا أستاذ تاجر، ودابا أنا شنو غادي ديروا معايا ملي مات العزوزي 16 عام واش نبقى هنا؟ تشوفوا لي شي حاجة باش نخرج من هاد الحبس ديال اللوي. كيف شفتي دابا الاستئناف اللي استنفناه ليه؟ هو مازال مستنف في راسو. هذا في نظر القانون غير مجرد جرجير. دابا أنا 16 عام أنا ضربك الحبس كله غير مجرد جرجير. بما أنك دوزتي ثلاثة ديال الأرباع ما بقاش عندك الحق في الطلب الثالث. إلا إلا كملتي نصف المدة اللي بقى لك. ياك أخويا شحال هاد نصف المدة اللي غنقضيها عاوتاني هنا؟ ماشي بزاف، تقريبا شي 10 سنوات. ولا قطعت لي 10 سنوات وبقى هنا تنموت باش تفرحي تشوفك المرحوم الله يفتح عليك وعلى أبوك. شوف غادي نقول لك جوج حوايج، يا إما غادي تحترم راسك وتحترم لينا اللي معاك، ما غادي نقدم استقالة. أنا ما دير جديد أنا. واش انا مالي نحارك البنك المغربي؟ لا ما درتي والو، غير بعت العماله لكازا دجابون وما رجعتها الدوله غير في صوصين كشيفه. ولي غلب يعف، هذوك ما كيتحسبش لهم القانون، دوك الناس اللي كياخذوا الاراضي وبنوا البني والطيح على عباد الله وكيموتوا، هذوك ما عندهمش القانون. ولكن هذوك راه عندهم شركات، انت ما كتخدمش بروفيسيونيل، الخدمه ديالك ديال الهوات، فهمتي؟ واش ديال الهوات؟ كيفاش الهوات؟ واش دابا انت واش دابا تجي تدافع عليا وتجي باش تخلي لي السم باش تعصبني وتبدا تتمرن؟ انا مالي ندير انا؟ انا لا شوف Thank you.
واش هي ماكم اخويا خارجين هكا دايرين الاضراب؟ لا راهي فراج عام خرجوا كلشي. كلشي وكي درتوا ليها؟ اخويا ما عرفتش انايا كيقولوا كاين شي فيستيفال شي لعبه هذه داكشي علاش خرجونا حنا دابا. وين نبقى هنا انا ولا شنو؟ ولا خصني ندخل دابا للحبس باش نخرج من الباب؟ خرجوا كلشي. مرحبا عم السي. مرحبا مرحبا عم السي. حيدوا عليا حبس الصوت. نوار الكاميرا تاع الكاميرا فين كلشي موجود. قول ليا دويتي مع القنوات كلهم كلشي غير يسير ليا كون هاني غندوز الكبار صافي. فضي ليا محمد السبليونيه صافي تسلم عليك. تفضل يلا يلا كلشي غيكون خاطر ان شاء الله. بغيت نبان في الخارج. مرحبا مرحبا انا راه خوكم. انا راه كندير هادشي في سبيل الله ما كنبغيش نبان في التلفازه بلا منا الله. انا كنكره الجرائد وكنكره نبان في التلفازه ما كنستغلش الصحافه. انا غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم ما تسحبونيش كنخون لكم فلوسكم. انا كنرجع لي فلوس الحمله كنرجع فلوس اللي خسرت على الحزب. جاتي جاتي تبارك الله تبارك الله تبارك الله انت هذاك مر تبارك الله تبارك الله. صحاب الداخل راه عيطوا ما كتعرفش. انا ما عنديش صاحب انا ملقط مقطوع من الشجره. تفضل تبعني. كاميرا ديال الجديد من كتصور في اليمن هنا راك غدوز في الاخبار. شوف بغيت ندوز الاخبار ديال جميع اللهجات. انا ما جيتش. لا انا ما جيتش. انا جيت ما جيتش. انا راه ما جيتش على قبل الطمع. ما جيتش باش نهبكم. جيت باش نطلع بكم فوق. عاودوا جوج خطرات. تبقى مضاعفه كاميرا. جيت باش نطلع بكم. جيت باش نطلع بكم والله اللي عالم. وغادي تشوفوا ان شاء الله. يلا نسلك يقول لي مره عنده سياره ما عجبوش خاصو يمشي. كاينه ظروف كاينه ظروف. غادي ان شاء الله نعقلوا لما تبارك الله عليكم. غنتوحشكم ما تكبروش ما تكبروش بزاف. خليكم شباب ما تكبروش. الله 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 الله. بعد سير امس بعد زيد بعد امس جيب عليا الله. سالينا انا سالينا يا خدمه وشاو غنعرض عليك. غادي نديرو حمام وميساج. تقول ميساج المهم زيد طحنتهم. والله ما ادري واش طحنتهم. الله يعاوننا بس كي غطحي اصحى العراج حكيت في العراج. انا مشيت فريق مشيت الطواليت ونعاود نرجع فهمتيني. خليك مرتاح مع راسك. كيمشي الزين وكيبقاو حروف. السلامة. يسلمك. علقتي عاوتاني؟ لا بلا ما. الورقة ديال الحبس ديال الخروج. طيب أنا حرمت من ديك المرة فاش هربت وحصلوني في الطواليت ديال ديك السينما. والله ما باقي نخرج من الحبس نخرج غير بشرفي وكرامتي. لكن احنا خرجنا دابا ما عنديش فين نلبس. انا غنسد دابا ساعة ونص بس في البحر. اي اي لاباس في البحر. انا قلت زعما انت 16 عام وانا غابر عليك غنجي غنلقاك دايره الولاد والدار ومصيب لي شي بريتش في السطح نمشي نخمد فيه. سبق أن تجي أنت يا مسكينة بس في البار. وما شربت وما شربت وما شربت. خصني ندبر على خدمة.
هذاك راه جاك ليه في الحمام بقيت تما ولا سلت في حاله الله يرحمه ويلي مات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا قربت نموت أودي راه أنت باقا هكا كلنا غادي نموتوا راه كاين داكشي بالأجل قالوا لي بقات لي تقريبا شي 3 شهور عندي كونسير الكار ما تبقايش تجبدي لنا في الموت في هاد الوقيته هادي عندي لك واحد الخدمه الا بغيتي امري علاش انا هنا 29 عام هادي كنت خدامه راقصه في كاباري لو بور الشباب والمراهقه قلت العقل مع الخدمه ما عنديش كيف ندير للتربيه ديتها لبنت خالتي في الداخله رباتها هاد السر ما كيعرفو حتى واحد هادشي وقع قبل ما نتزوج كل عام كتجيني كارت بوستال من الداخله كنعرف فيها اخبارهم هاد العام ما جاني والو ملي سولت على بنت خالتي قالوا لي ماتت وتي لدى دا ولد ولا بنت بنت مسكينه غير شوفها فيها قبل ما نموت وانا تقت فيك والله العظيم انا فرحان ملي قلتي لي تقت فيك واش قلت لك راني قطعت لي طراف طرافك بنتي اش غادي نقول لك انا اش غادي نقول لك وشحال هادي في هاد لافير اي 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 هل اللي كنكتب لا حول ولا قوة الا الخير والبركة ما يخلف مليون تسبيق وهذا الشيء ملي تجيب البنت ديالك ويا قلتي لي تختي فيا غادي لي كل شيء وصافي 24 ساعة نحضر لك الدرية لا ما تبقاي تخليني غادي جاي خذ المليون قبل ما نتراجع في كلمة علاش تراجعي هو هادي الكارت بوستال فيها الادريسة وهادي التصويرة ديال البنت ما تلعبش معايا ها لا شوما دري بحال بنتي وغادي تشوفينا انا صروبار قلبي بحال الحليب الشيش تقت فيك حين صالوبار يا صالوبار اجي قولي لي انت زعما ملي غتمشي لا تمشي زعما الله يرحمك وغادي نديرها لك ديك الليله هاد البار لمن غادي تخليه مسعود صباح على خير صباح على خير غتهبط وغتبقى تمشي للداخله علاش غتبقى تطلع فيا خو تهبط لي انا سنسور انا بغيت شي تقاري يكون يمشي بيا ديريكت يوصلنا حتى للداخله ومالك يا صاحبي انا راه باغي لك الخير كار كليماتيزي انت غادي انا ايوا شحال هاد الكار كليماتيزي ليك الضوء 750 درهم عطينا خويا شي وريخ الله يرحمه بالكليما بسم الله اي بسم الله ولا صاحبي ولا 750 درهم الي غوتو باش تمشي و 750 درهم الي غوتو باش ترجع هي شحال 1500 درهم انا خدي غادي لفرنسا شوف الله يرحمك الوالدين شوف انا بغيت غير باش نمشي اما ديك مشيه بلا رجعه انا غنخلصها على راسي وانت راه لقيتي بحال غادي لكم شي محل ديال الجدارميه وتولي في مجال ومالك اخويا غتخوش عليا مالك ارا خويا مشيه بلا رجعه صافي اخويا نمره 23 وتكي الكرسي صافي هاك سيدي
خلي الباكاج. لا غندي معايا الباكاج. خلي الباكاج. لا غير الباكاج ديالي ما فيهش شي طويصله شي معنى ديال الطوس بغيت نعطيهم لواحد العائله غيترسوا لي غيخليو بخو معايا. غنهرسوهم حنا. لا انا عارف نسرقوهم حنا. بديش ويا كونفيونس. علاش عليك؟ ما كنبداش ديما راه خويا. ديما راه خويا. ها هو. سير اخويا. ها هو اخويا. واعطيني تسعة اخويا. نمرة 23. شكي كرسي. يلا يلا يلا. كوين. التحية العمرة. الحج. ناري ناري. ويلي ويلي. الحفيظ الله. اي 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 الحجة غادي الحجة خير ونهار نهاركم مبروك السي معالي الوزير. نتمنى الزياره ديالك تكون خفيفه على القلب عليكم. بركه من الهضره المزوقه ديالك. هاد الهضره قولها شي حد ما كيعرف كلش. شنو بغى عندي داك الميكانيسيان؟ باش مسكتك؟ توحشني ولا باغي يعرف اخر الاخبار ديالي؟ والله العظيم السي معالي الوزير الا السي الكرواتي خدام على القضيه ديالك بالليل والنهار. ما كينعش مسكين وانا شاهد على القضيه. اسكت! اسكت الحاج كبر. ملي كنت كنطلبوا من المستحقات ديالي فين كان؟ ها؟ كان كينخن ياك. دابا من عرفني غادي نفتح الدواسه ديالو كلهم راسل ليا وليد صغيور كيطرطي معايا في لي زافيغ. حاشا شتي معالي الوزير. حاشا نجي نبرز لك نهارك ولا نخسر لك يومك. انا راه غير عندي واحد الاقتراح جيت نقول لك. اقتراح؟ قول. كيف كتعرف السي معالي الوزير ما على رسول الا البلاغ؟ غادي تعطينا الدواسه وان شاء الله غادي نخرجوك من الحبسه السيمانه ولافير ديال الرؤساء غادي تاخذ في المستحقات ديالك. اش نملتي ياك؟ غادي ناخذ المستحقات ديالي. طبعا طبعا. اسمع وليدي الله يرضى عليك، غتمشي تقول لسيدك عمك باللي سيدو معالي الوزير كيتعشى كل ليله في دارو في اي بي، وانا اللي كندخل وكنخرج من الحبس، ولا بغى الدوسي ديالو خاصو يحط لي الامانه في سويسرا في الكونت ديالي، عاد ممكن نهضرو. ولا بقى حتى ما دارش هاد الشري في اسرع وقت، معالي الوزير غيتقلق. وين بقى تتقلق معالي الوزير؟ غادي يهضر. فهمتيني يا ولدي؟ غادي نهضر. هاد الساروت ولدي هو اللي جمعنا، وهو اللي ساتر عمك. نهار هاد السالوت غادي يحل الكوفر فور ويجب الدواسه ديال عمك، غتندموا على داك النهار اللي خدمتو معايا القباط فيه. فهمتيني يا ولدي؟ وصلت الرساله لسيدك، ياك معنى الرسول الى البلاغ. يلا حاشا نقلق كل شي حاجه. انا ما سالي لا الهضره، خرج عليا من الحبس ديالي. يلا اخويا يلا 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 شوف اوراقكم لحل الوالدين. يلا يلا اريح تاعك. شكون اللي ما خلصنيش؟ ها اسمع عمد. وي خويا. اجا خويا جل الله يرحم والديك. واخا خويا انا معاك. واجي شوفنا هاد المصيبه هادي. مالك اخونا شنو عندك؟ لا ما مالي والو، كيدير راه هاد المهزله خاصها بلاصتها تكون في الكاب وماشي حدايا انا. خويا واش خلصتي بلاصتك؟ اي انت هي مخلصه بلاصتها. وين ما عجبكش الحال هبط للكوفر مولاي بنادم. ارا لا انت هي مخلصه بلاصتها. ورر ما عنده باكاج. يلا بنيتي كتبي ان الارض لي وراء المدرسه تصلح اتاتا بتاتا. سيدي يلا غادي نوليو قد السطل قد القبه انا وياك. كتبي داكشي اللي كنقول لك، تصلح بتاتا لمعمل المواد
الكيماوية الخطيرة على الأطفال والأمهات خاصة، وبه الإعلام. إمضاء بلا ما نوصيك. بطبيعة الحال سالت النائب. ها هو بنيتي الله يرضي عليك، حاولي تصيفط لي هذا الميل اليوم في الليل، حيت بالنهار كتكون لا كوليكسيون شوية ثقيلة. واخا. كون تفضل. يلا بنتي يلا يلا سيري إلى عملك. واخا سالت النائب هي الأولى. عندها قول لي شكلك هذاك الشفار مون كوميسار. صافي الشكوك ديالنا تأكدات، خالد لاسيستون ديال النائب البرلماني شافوه حتى مشى لعند الوزير، ومن يخرج من عند الوزير رجع لعند النائب البرلماني. يعني دابا ما علينا غير نشوفوا مع النيابه العامه تعطينا الامر باش نشدوهم. مزيان، انت متاكد من هادشي؟ 200% مون كوميسار. راه شفتك الرابور؟ شطر. شكرا. يلا 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 غدا نسى خيري. كل ما انا والنقابه الحره لصناع الاسنان التقليديين ما عمرو يتوزر. الله شاهد عليا تكرفصت بجيتو. اش بغى يكون في ملك الله؟ اش بغى يكون ياك كان كيبي غير هندي نهار سلم عليا 3 ايام وانا نحيد في الشوك جدمني. ودابا نسى خيري. نكر الخير نكر الخير خلو وما يستاهلش عليا باليمين وباليسار وباش كيحلفوا احزاب المعارضه يلا دوزت عليه. ما دوزاش اخي. هذه مناسبة كيف قلت لك هذه 4 سنين وانا خدام معك ما تخلصش حتى شي شهر. هذه مناسبة فين غنعبر لك اليوم على الفرحة ديالي اللي غتسمع. انا فرحان بزاف وليدي اللي عرفتي باللي هذاك القرطيط ولد الحرام. ايه ولد الحرام. برك في داري كلا ما كلتي نعس في فراشي حوايجي نقصهم ولبسهم ما قلنا والو. ما كيسوى ما كيصلح وليدي. وانسى هادشي كله جايبه غير الفلوس. كيف قلت لك خالي راه وضحرب وما يستاهلش. وهذه راه مناسبه باش تخلصني في داك في داك الشيء. المناسبه هي اللي جبتي لي الساروت والخلصه ديالك غتكون مضوبله على نوبتين وفرحتك غتكون فرحتين. بالحق عندي لك طلب واحد. اما هو نعمسي الساروت قبل الانتخابات. واخا نعمسي دوم دفري عيط لي عندي واحد الاجتماع خصني نمشي ليه. هادشي ما كافيش، كيخصنا دلائل واضحة عاد نحسمو في الأمر. مجرد فرضية هادشي. لكن مون كوميسير راه شهور هادي وأنا متبع هاد لافير. وهادي هي الوجيبة باش نسدو هاد الدوسي. اسمع شنو نقول لك، انت باقي جديد معنا في هذا السيرفيس وحنا دي بروفيسيونيل. اللي كيوجب عليك وهو تصبر 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 ما تزربش. راك الا مشيتي تزربتي يقولوا يضربوا لنا كلشي في الزيرو. انسى ما اعطيني انسى ما ونجيب لك لي بروف بين يديك. عندك لاكارت بلونش بالحق الله يخليك ما تديرش داكشي عندنا هنا. كون هاني مون كوميسير انا غادي ندير فيها ديتكتيف بريفي. الله يعاونك. احتراماتي مون كوميسير. الو اسمع لك الخا دا ولد خالتك. لا ماشي اللي كيبيع الحشيش، هذا ولد خالتك اللي قاري السياسي. كيفاش بحال بحال؟ لا راه ماشي بحال بحال. لا شوف دابا ما عندنا تهضر مع الدم نديرو بها. دابا غادي تقضي لي واحد القضيه واحد لافير وغادي نخلصك اسبيس. اش قلتي؟ انا عارف كتموت على الفلوس صافي هادي فهمتيها ياك. واسمع غادي تجمع عليا شي ربعه من دوك صحابك اللي كتعرف وغاتديهم للعكاشه. غادي نقول لك السيد اللي غتمشي وغادي تاخذ له الساروت معلقو في عنقو صافي. هو كاين في عكاشه الساروت. لا ماشي الساروت كاين في عكاشه، هو الساروت كاين في عنقو وهو كاين في عكاشه صافي. شوف لا لا شوف خلي عكاشه وخلي الساروت. غادي نتلاقاو انا وياك دابا واحد شويه غادي نتلاقاو في القهوه ديال السبرديله. عرفتيها؟ عرفتي قهوه هو ما كاينش في قهوه السبرديله. الساروت كاين في الحبس.
انا غاد انا وياك انا نسى داكشي اللي قلت لك نسى الساروت انا وياك غنتلاقاو في قهوه سبرديله صافي غنتلاقاو في قهوه سبرديله وياك يلا صافي غنتلاقاو ونرجع لك كلشي صافي الحرام الحرام شتي كان على حيط الو السلام عليكم السي كورساكوف كتفلى عليا حسنا نضحك عليك شوف الله يخليك انا غدا ان شاء الله غتلقاني في اول طياره جايه للداخله راه جايب لك واحد الساروت اللي غيحل لك المشكل ديالك والمشكل ديالي مشاكلك ماشي شي مشكل كبير كيسوى واحد 500 الف دولار 500 الف دولار اول مره كنسمع ساروت صغيره 500 الف دولار خليل لا 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 سي كورساكوف حاشا حاشا نطفل عليك ولا شي حاجه غير هو خاصك تعرف بلي هاد الساروت راه سد على واحد الكفر هذاك الكفر راه فيه شي وثائق مهمه ومهمه بزاف هي اللي غتقد تعاوننا باش نقدروا نديروا داك المشروع ديال لوزين خالد غتجيب الساروت يكون خير مفهوم واخا سي كورساكوف الله يهنيك تفضل من جتا سير لمينا جبتي لي امانه جبتها طلع طلع اه تنطا طلع طمع الدنيا بيليا كحب شد كتموت خلص الدنيا شد اه غلط خاص 20 درهم حسبتيهم الله يسامح شي بسمع لا 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 مشيش بعيد بدا الحديد ديال برا اش دابا برا الزواكه رخيصه لا لا ما 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 تعصب شتش لا شي ما تخاف لا 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 تخلعش دابا صلى لا لا الزواكه يغوت هذا ديال برا ما ديال الامريكان كنخاطر هذيك شكون هذا شكون هذا شكون كيكون شكون بيكون شكون لوزير لوزير ولا لوزير ما تخلقش صن دابا الساروت السلسله السلسله عنق لوزير وعنق لوزير فلوزير ولوزير خصك ما نخليش الا خليته غنخلي السلسله ونخلي الساروت نجبدهم دابا بجوج نردو ولا نخليه انا غنردو كاع شوف ما تعصبش فيك ما شافك ولد حرام شافني حيد يديك الرجوله انا محترف انايا درت الماسك الحمد لله هكاك هكا ما ديش الله الله يا ربي هنا شكون غادي يدير هادشي شنو غادي يدير شتش الماسك ماسك هوي ها هوي ما عجبكش وجه سعادة النائب هذا لا ما زرتي نائب زرتي فضحتي هاد الحرام طلع ما تلقوش نقول لك لا تفلح خذ شكون خذ شوف ندير ماسك ولا ندير الوزير تلقوا حتى نقول لك شكون اللي ندير ماسك ولا الوزير ما تلقوا حتى نقول لك راه دويت معاك سير الله يعاونك سير بخير اخويا خويا نفس خطوة ويدي ساروت فلوس حياتي كامل وانا كنتفرج في افلام امريكان معمر البطل كان كيعطي شي حاجه حتى كياخذ الفلوس كتعرفني مزيان السالو ديالك كاين وموجود ساعد عليك وسط عباد الله كباري من ودي وايس هاد الليله ما تنساش الساروت ما تنساش الفلوس
وي كيفاش مطار الداخله وي طوموبيل هزاتهم ياه واسمع اسمع كاع لي فوتو ديال الكاميرات ديال السيرفيونس غادي تجمعهم وتصيفطهم ليا دابا انا كنتسنى اطلع صاحبي اطلع فين مشى الطاكسي كريتو كيفاش كريتو اطلع الحمق هذا قلت لك سمعني حسي مسيو انت شافر الطاكسي شفت الطاكسي ما كان غير حسك لا انت لا انا سكتنا اش كتخربق اش كترون شفت شي كنسمع له شفت الصداع كنسمع في الكوفر اش ما وقع كاع في هذا الكوفر اش ما وقع اش كان كاع فيكو شفتين شيفور شيفور درتي شي شيفور الطاكسي في الطاكسي واخا واش ما تخرج عليا واش باغي تخرج عليا ولا شنو واخا يا رب الله ما تعصبش ما تخرج عليا وسكت الوالدين ما تعصبش شوف راه شي وجبرات راه شي وجبرات الله يحميك الله يحميك السلام عليكم وعليكم السلام شنو قالت لي بيه عطيني شي وحيد اخويا شحال كتلبس ها 41 لا هذه صغيره هذه بصح شوف بلاتي ما كاين شي وحده صغر منها لا هذه اللي كاينه 40 درهم وانا ارجو الله يعاونك وصل الشيخ كل له يدخل الاولى كباري الميديو دي وايز خلق المفاجاه وجاب لكم صوت من اروع الاصوات ولاول ظهور لها في الجنوب جاءت المدينه الصويره وتحت تصفيقتكم رحبوا معايا بالفنانه الشابه سعيده Yeah.
عليا. حاجي واش انت مريض ولا مالك؟ سير اخويا خرج بحال كيف ما تحتش معاك شويه شي اقتراص. خرج هذاك الشيء اللي في راسك ما عندك ما ديري به. انا نجيب غير ندير واحد الاجر امك مسكينه مسيفطاني مسخراني نديك ليها والسلام عليكم. مسخر لامي قديمه امي ماتت. لا ما هضرش غير ديك امك اللي ماتت كنهضر معاك على واحد امك من اعظم خلق الله اللي ولداتك. دابا عاد فهمت ما كنعرفهاش. ولكن هي كتعرفك شوفي الله يرحمك ولديك ما كتعرفهاش ما كتعرفكش شغلك هذاك. انا نديك اختي وناقشي مع اللي بغيت فيه. المهم انا خرجيني من هاد المدينه راه مناطق شو كيتبهدل شو لحال واش انا بحال هكا ديال. قول ليها قالت لك تعطلت شي امك راه مرضات تكون ساهله مسكينه تقدر تموت. فاروق قيسها هيا قدامي تبارك الله كي زيانت وكبرت هاك. لاباس الحمد لله. اه واخا سعد ولا خلي نسرم مسرح كيضربوا مع بعضياتهم. انت بنادم كيضرب بالجناوه في الاخر كيتسالموا بحال ما كان والو راه ما كيدخل ما بين اللحم والظفر غير وسخ. عمرك تسمعي هضره بنادم هاكا خويا بورتابلك نمشي. واش انت مريض ولا مالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. امك مريضه فيها الكونسير يلاه نمشيو. مالك اخويا زربتي عليا؟ واش كتفرج في المسلسلات المكسيكيه ولا مالك؟ سير اخويا بعد مني وغنمشي انا وياك اختي الله يرحمك الوالدين. انا راه حلفت لا تنديك ولا مات ندي الذنوب ولا تيش مسامحه معاها. مرحبا تفضل. ساروت شفتكم بحال زربانين شويه فلوس. واحد السيد راه كيتسناني على برا الا وقعت شي حاجه راه يقدر على البوليس. مزيان اش ودي عباد الله بدي يقول لك مسخوطه تمك راه ملي تموت والله الا غتندمي. وصافي درك عليا زلاف تقني بنت الحوايج جا الاقل بيت امك. انا مشي كن 5 سنين انا عمري ما شفت امي. لم لم واش كاين شي حد يقول لامو ما نجيش اللي كتردعك ويلي كتكسيك ويلي كتطبطب عليك وكتقول لك ناسي غادي تمشي تسامحي معاها وغادي تعيشي مزيان. ما رضعتش في الصغر اش وقع؟ انت كبرتي اش وقع لك؟ متي امك مسكينه مرا ظريفه والله الا امك ما غتقطع الفجر تتبقى فيا ملي كنكون جاي انا بالخدمه وكتقول لي مسكينه غادي نجيها مع الفجر كتقول سميتك سعيده سعيده امك راه هي اللي غنوا على ستي الحبايب يا حبيبه. ولكن ما كاين مشكل خلصني الله. يلا بين يلا سيري شوفي يا السيد تكلم عليا سيري قولي السيد راه مازال كنتسناك. ما تقوليش لي هادي هادي ما كنت مسختي فين ولا لي هونش سعيدة بلاتي بلاتي من السيكار سعيدة اش درنا؟ ها اش غنمشيو عند امك ولا شنو؟ ما جاوبتينيش شنو؟ هل انت باقي مقصدي ياك؟ انت كتشوفي راه باقي على الله اش غدير؟ غندير معاك مزيان شو هكا؟ الله يرحمك الوالدين كاين شويه ديال الطباس واحد البيان راه غتكون حسن. اش غدير؟ غنجيب لك جوج. والله يخلف عليك اختي بارك الله فيك. الله يرحم والديك. دراري بحالنا دابا ديال خوك وخدمة اخر. كنقول ليه بعد مني راسك راه حنا عندنا السبوع يفاتكوك. ايوا انت كون جاي عليك. والله. انا شو شربتها؟ فابور ولكن شربت والله ما قربتني. البرا thank you.
وانت اش غندير انا مالي خاون عقل على الضربه وخدامي كضربوا بلادهم بشرفه ولكن والله ما تفك معك السبب ديالك تساني ما تسالك يا بعد شلابية غيتحرك فيكم شي حد غنفرق عليها الراس ديالو ارادك السالوت ارادك السالوت شكون هادشي خدام هادشي معنا في الكبار اشياء رجع جلس جلس بدي درات اجي هنا فين غادي رجع هنا عرفت بالشنطة لا هادي فيها شي حويجات ديالي شي سليبات غنمشي نصبرهم ونرجع اطلق الشنطة انا اطلق اجي انت غريتك خرج جيب لي واحد الصباح ليري الله يرحم الله كي غندير الحيد وهادشي سير تكون سكتنا دراري هاي تحت الدراري اش اخويا شو اش اخويا 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 رجال والله اذا صيفتكم تسرحوا وانتم ما غتعرفوا راه ولد الناس انا راه ولد الناس وعندي المعارف ومعارفي واعرين والله ما تفك معكم بالله جري حلوه انا جا عندك باش نديك عند امك تقول لي ما انا كنتعلم عليك انا انت عيالك ديال لي خويا الله يحفظك دير لنا محطه لا ما مساليش دينا خويا غنعطوك اللي بغيتي غدينا واش السمكه ما مساليش دوبي هما ترى دوك السوات لا انت كاع مال ديال هادشي خير في المساعده شوفي اختي هذاك الدوزيام راه خاسر برك على الامبرياج مزيان الله يديك على خير يلا جي طبيعي واطلع من لي يا بنادم اطلع من لي شنطك اطلع اخر شنو هاد الريحة فيك؟ شكون هاد خيتي اللي دات لي فلوسي؟ ماشي مشكل غنعيطو للطاكسي اللي حطه ونعرفوها فين كاينه كيفاش؟ والطاكسي؟ والطاكسي راه في الكفر اش كدير تانا؟ شنو هاد الريحة هادي؟ ما تقولش داك خيتي داتنا الطاكسي ديالنا مدينة صغيرة غنلقاهم شوف حنا شركة في هاد لافير السوارت والفلوس طردهم المهم عندي ساروت ما نعودوش معك الهضره رجع اللي بغيتي المهم عندنا هو الساروت شافوني مافيا تركبوني كتعيط الله من تسلطت عليا اسكت واش شافوني مافيا تركبوني كي غندير عرفتي باش شي شتونا نو كيقطعوا لنا صباعنا ما يقطعوا لنا صباعنا يديروا فيهم بورتكريات ويعطوهم للهبوص وما كترعد عليا شتي دوك المافيا راه ما عندهم كاسه فهادشي راه ما يقدروش هذيك لاريو هما براسهم راه خايفين من البوليس شوفي انت واحد الخطيه اش باش كديري انت اش كديري انت في حياتك وهاد الباليزه اش فيها هادي لا تصدق شتي انتي امك خاصها تقدي معاك الصباح والعشيه هو سد هذيك المريضه هاي شوفي ولا تاخذي انتي 60% وانا تعطيني 40% ولا بلاش كاع تاخذي انت 70% وانا غادي ناخذ غير 30% لك و 70% 30% ليا و 70% لك انت بوحدك هاد سكت وما نسمعكش ودرتي ليا الطاجيش في دماغي كتسمع كنسمع 70% ليك و 30% ليا يلاه
كنت انا تاكسي ولا كرويله مالي انا كنت كنتخير فيهم ارا تلقى ديك المريضه لا لا نحبك خلي عندي انا تبقى عندي تبقى في الامان انا اللي كتبقى عندي راه كتبقى في امان الا بقات عندي انا وراه كتبقى في امان الا بقات عندي انت باين لي ما كتفهمش بزاف تلقى ديك المريضه في فندق ابو اجي فين غادي السيد كاين هنا في الكابو وحنا مالنا دابا غيكون غير شي مونتيف بحالك زيد تقعد لا 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 اش غنديروا نهزوا هنا في الطاكسي نديروا اكبر ترعلوح وندفنوا ونهربوا حنا لا لا بقى هذا راه جنايات منيتك واش انت كتفكر بالدماغ عندك شي مخ هنا واش هادوك دفار ولا جناوه جناوه عرفتي اول حاجه غيقلبوا عليها البشر المافيا هي الطاكسي وما نعاود لكش الا لقاوك وغتشوف ديك الساعه الجناوه شنو هي انا مالي انا اش درت لهم ولا هاد المافيا اش درت لي انا كاع الا غتجيب لي الساروت غنخلصك بالدوبل الدوبل اش من دوبل بلاتي شكون هذا شكون شريكو ولد عمو في الرضاعه قول لي اش مدوبل هنينا اسكت سكتنا صافي هذا راه والو لا عندك انا هو العقل ديالو انا هو الدينامو كما كنت انا ما كل لا تخرج علينا سكتني راني ساكت خالد عافاك حيد لي هادشي حيد هي الاولى عمري خود عليك شنو قرب هذاك الدوبل شحال فيه 1000 ريال شوف شوف ما ديرش شي حلاقه ما تعصبش البري عطاهم لي كويني هنا صافي ما تعصبش زيد فحالك زيد اقول لنا في الغد امشي راه حنا لابسين غاصه نضل قلنا في الغد انت اش غدير انا وليك غنتفاوض واش ما تلقاوناش رجال ديال كوساكوف واش قلنا نديرو غادي رجال ديال الكرباط شوف ماني معاهم وكوساكوف هذاك المافيا اللي خلينا في الوطيل وتاد المافيا اللي خلينا في الوطيل فارق ما بغيتش نفارقك انا هذاك هذاك المافيا اللي كيعرفك غير انت شاف ضربك بالفردي بحال بغا يقتلك انا اش بينو بينهم انا سكت وضرب شويه عرفتي غدير سير خويا ريحت نجيب لك الورقه اللي عندك ورنا ديك الباليزه وطلق الباليزه هنا انت مين شتي انت تذكرنا عليها طلق الباليزه تا عطاني انا كونفيونس تي فاير واش تريح فرق من مشات فرق من تتعلق قرضك اخويا واش تسالي قرضك لو تقولي فرق مني تفرق مني واش انا لاقي منك كل شهر باش تعطيك تاكل انا اخويا ما بالك كاع فين تقعد ساعات تيرنا وهاد الكراسه ما بالوليش وصافي بالك على انا هنا واش انت عندنا قرضك اخويا صافي وليدي سعدان صافي الا ما عنده هو العقل يكون عندك انت صافي صافي ابو حنين صافي 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 هي ألف بجوج حل مع المشكل أجي انت لهنا أريد سيروت سعيدة ما عنديش مشكل فلوس أعطيني السيروت حل بريزة أعطيني السيروت بريزة أجل سيروت قالوا لي القرض لا بريزة طوموبيل ما تعطلش
علاش؟ علاش؟ تفضل معنا. علاش غنمشي معاك؟ علاش غنمشي معاك؟ فهمني علاش غنمشي معاك؟ أويلها عباد الله، قلت له عيب الفلوس بحال كان بقي يعطبهم. هاي لا 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 ما عندك شي كبد على الفلوس وكون خدامه كتفرقي في المعمعة على عباد الله والناس كتصفق هل عندنا العرس ولا كنموت بالسم وقت كنقلب بزاف اش غنديروا دابا شتي انت غتمشي تجيب لي السهله ولا جات السهله واش ما كتفهمش وباش ناكل القرض ديال حليه الساروت وطيله تبعنا القرض ديال الساروت بقينا هنا اش غدير وانت سد فمك ها العار انا غنمشي نجيب السهله وسير اخويا ديال لي ليصاص ورينا شنو ودير ما عندك تنعطيك حتى انا ملي غندير عندي عاد تيقولك تجيب برجوازيه خدامه كتروحي بالفلوس انا راه جيب الحوايج كيقلقوا لي انا بغيت نشوف الفلوس كيتحركوا ما كاينش مشكل ولا كتفرقوا مع العباد الله نقدر نتسطى والله حتى بزاف راه خويا داك القرض راه لي القرض انسي البورطابل مي فري حيد حيد وبزاف هادشي سي محمد السلام عليكم السلام الله الرحمن الرحيم كنت كروي الا باغي نعمرها باش ديماريش غندير فيها شي حاجه رخيصه عندكم كلشي مزيان المازوت هو رخيص مازوت رخيص انا خويا ديرنا 30 درهم ديال المازوت وكثر شويه فهمتي والراجل في هذه القضيه صافي واخا سيدي كون هاني جيبها لي انا لا لا غير ديها انت حيت انا من الدار اللي ضهري فيها سيرو كيف نسير واخا عندي السكر ما كنقدرش السكر غير انا ما عرفتش الطوموبيله كانت ديماري ليسونس درت فيها انا المازوت حيت رخيص كوليت لا لا عمرك ما قلتيها لي ولكن غير بسم الله على كل شيء كتعوض اسعيد لا 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 غتفرقع راه مشيت حتى تشليتي والله الا بريتي بسم الله عليك اخويتي خلي فيلمك وحالك بسم الله عليك شتك النهار الاول الا المؤمنين اذا اصابتهم مصيبه قالوا حسبي الله ونعم الوكيل يا رب الشفاء يا رب تهنديك في وسخك لكن بقي بحالك شتي انت ما تهبط اخويا تمشى على رجليك شويه هذا جديع اوه وعاود شويه عليك غادا مسخرة القيد شتي انت انت ما سمعكش ما بغيتش نسمعك غتسد فمك انت غدير لي الشلال انت غندير لك الشلال كان هذا الكفر خويا وطلعتي مزيان انت مزيان من الاول سير اختي مدام سعيدة مدام سعيدة نعم يا زينه في حياتك ياك انا قلت لك الله راه كيسد باب حتى كيفش ابواب سيري شوف واش كاين الساروت وهذا هو الشويه اللي يكون موعها على التحت وتولي ديريها في الضحك واش كاين الكونتاكت على فرشا كاين الكونتاكت اش
بالله تهي بالله. شوف تبقى ورايا دخل سوق راسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك ما باش لك واحد الزرق مع واحد السيد مع واحد القرتاوة. كاينين؟ كتعرفهم؟ ماشي شي لا تعرفهم بزاف. أنت كتعرفهم؟ لا بالك اللي تعرفهم. أنت اللي كتعرفهم؟ لا 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 أنت اللي كتعرفهم. بجوجكم؟ بجوج. شوف الشريف جيتوا هنا باش تفلاو عليا، هذوك الناس راه خلاو لي الخطية هنايا وزادوا في حالاتهم، والله لا تفكيت معاكم تتخلصوا. الله يخليك. هذا راه إهانة منظمة ماء البحث على المستباب. المستباب؟ شوف الشريف والله لا تفكيت تناخذ البلان ديال المازوت والسندويش ديال القرد اللي كلاه. في لا يطلبوا شباغي عاوتاني الو شاف كحلت الدولي الطوموبيل لا لا شفار ماشي حنا شفار واحد اخرين واخ صافي لا 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 هاي مشات ديال الطوموبيل هاي بطلة مشات ديال الطوموبيل هاي بطلة مشات ديال الطوموبيل هاي بطلة قولي ها هاد الناس اللي هنا ماشي هما اللي كانوا في الجماعة الأخرى؟ لا لا غير كذب على خاطري ميسي أنا جيت أنا جيت باش نقول لكم راه هما هم المستقبل ماشي شي حد أخر أنا رانا ما نسيتش الوصية والطلب ديالكم غادي نريب لكم هاد الوزير القديم لان زمان البرامل انتهى غادي نبني لكم كذلك عمارات وغادي نحاربوا مدن التسطيح وعاد داكشي متنافس يقول لكم رانا حقا ماشي جيت للسياسه من الخلا ابدا انا سياسي عن جدار 160 لا تنسى اخويا تقرا مالك سلمى في واش انت ما كتفهمش الدارجه غنبقى نهضر معك بشي لغه اخرى قلت لك 1000 مليار اخرى باش يلوح ليا الساروت الفلو موكا اش غدير راه خويا جي سوق انا غادي نعطيه لك غير اجي سوق انا بان نسوقو انا بان غادي غلب حنا قرض 16 العام ديال الحبس غتصرف مستهله وغتلوح لينا موكا مالك ريح الارض الله تغطري على الله او علاش ما تلوحش خسروش علاش انا فقعنا اللعيبه الله يحشوا لنا حنا في الهضره اليوم غادي تلوح موكا راك شرب راك تشرب راك تشرب والقرد سخفني سخفني نشفني شربتها كل شيء وقفي لينا وقفي لينا
علاش اخويا غنوقف؟ علاش؟ واش انا كل دقيقه غنبقى نوقف؟ فين هي نقطة؟ طابو لي مصاصتي. ها شوف كي دير. كي ندير؟ دابا هاد المصيبة فينا هو؟ اش درت عباد الله؟ اش درت انا باش تلاقيت مع الو بالحاج لاباس عليك؟ معك سعيده. ويلي علاش كون سعيده؟ سعيده كانت خدامه عندكم في لوزين. كي داير؟ لاباس عليك واحد المدام؟ ناري مول مسخر تاعي عليا. باقي عاقل ولا لا؟ لا ولا مشى داكشي وايلي فينا القرض. اجي لهنا اجي لهنا اجي لهنا. شتي هادشي؟ ها حتى غتكون عندك كيف 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 انا انا تكيف تكيف يا سلام. الله ما كان فيش. شوف شوف ما هادشي كله داك الشيء حتى نهضروا عليه من بعد. شوف جايب عليك واحد لافير والله ما تسني حلو فوق بالحاج. الا شتي واخا داك الشيء درتو معايا نهار لوزين انت اول واحد فكرت فيه. صافي بالحاج شوف تجيب با عمره كلها كونتربون. انا فلوسي نبغيهم كاش. شوف انا اي حاجه كاينه 50 50 داك الشيء اللي كاين تما كله 50 50. لا لا بوحدي بوحدي يا با الحاج ولا عليك. يلا تهلا فراسك. شكرا بزاف. يلا سلام عليك. اليوم الليله فياقه طاسه 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 تيطلع الفجر. هادي بالضبط. وتسرد القرضة واش تيشكر غيدير ليك راه غيشوي لي رتي بعال الفاخر صرو طحاك وراه انت اللي غتشويني وانت اللي كنتي غتشوينا بنادم هادشي اش غدير؟ ها اخويا داك القرض ملي انا غتصدع الراس كله تيطلع انت هنا مال اخويا انا شوي غادي نطلع فيا السكوى سير اخويا الطريق وحنا غنمشيو للطريق انت سالي من الطريق وخلي لي غير القرض سوسو عرفت اخويا تمشي على رجلك زيد ها 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 زيد دخل ستي فوق هما اللي خطفوني واش كتعرف نسمع كتكلم ولا لا؟ مو جو سوي مينيستر جو سوي مينيستر واش عندكم شي اجتماع مغلق هنا ولا شنو؟ شفت البشر كثير هنا بزيادة صافي 12 جاي صافي هادشي اللي بغيتي بغيت نقول لك اللي خدم وسكت اش درت انا اش درت سيده وقعت واش انا الخاطري
وكتاب الله ندير لك سيده. حجر العافيه ما سكت عرفتي صوتك راه ولا كيضرني في راسي. لا انت مريضه بزاف انت ضروري خصك تمشي تعالجي. بين عندك انت المشكله مشكله عاطفه، ما عاطفه عندك خاويه دير بين ماشي اون كوبل بعدا هي اربعه، لان ما كاينش راجل غياخذ راجل، كاين شي راجل غياخذ بعدا بحال هذيك كتقول لك قول لك بزاف. شتي انت وهاد سعدان وبربي لا دكا منك الدرا كيبان لك انت نوض دخلينا بشويه نوض 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 كاع غادي نكملوا الطريق ديالي وهزي معايا حتى انت واش نبقى هز راسي وما هزاش واش انت الراجل ايوا هز. شكرا شكرا. من هاد الميني بار كنقول لكم صبروا راه الخير قدام، ماشي بالعاني تعطلت 20 عام راه ماشي لخاطرنا، باش منين نوضوا نوضوا نوضه وحده. وهذا المشروع ديال المنافس اللي كتشوفوا فيه واخا هو منافس مشروع ديالو زين، ولكن ديالنا حنا زين منه ان شاء الله. قد ما صبرتوا قد ما هادشي غيكون مزيان، وانا راه ما كنكذبش عليكم الله اللي شاهد. جدودنا اش كيقولوا؟ المدرك بالايام عراتو، وانا كما كتعلموا واحد الراجل سترينغ، وهذا مشروع سياسي خطير كي جيتكم. خلينا اختي نستراحوا خدامين حنا بالضبط. العسكر الجدرمية شنو هذا؟ تمشي تجيب الكفه وغتجي عندي كود، ما تهضر مع حتى شي واحد. واخا الباترون. راهي الله يخليك ملي نرجع اعطيني هذاك التليفون، بغيت نهضر مع واحد المسؤول. سير جيب الكفه. اه غادي نمشي. غارديان!
في غادي عاوتاني داك بنادم انا غنسقط ما غندويش حتى خلي التريك الناقصه يمشي درنا شي مصيبه هاد هذيك هي تريك المرقه سمع معايا معالي الوزير ضرب لي المعجون اللي في كيكا والكيف اللي وصل من الدجاجه شاف صف عيطوا لومبيلونس هو والله راجل وقرد ومره ضايعين في الصحراء ما جاب روح بلدي تكون فيه ما جاب روح بلدي يرتاحوا فيه ودريك راهم عياو من التعب كسلهم العطش وكيبقاو دابا ودريك راهم راقدين شوي كتعرفهم شكون لا ما تعرفهمش سمعوا اش عندك الريزون تاع تما ما ودي فينا هو لقينا الدواء صباح الخير دكتور كيف قضانين صافا ضربنا ليه واحد الشوكه باش ينعس الحمد لله راك يرتاح الحمد لله ميزي بان ليا معرقه الدجاج حتى تتقم مي بلا شك فيه لان ولد عائله كبيره غير هو دكتور الله يخليك واش ما نقدرش نلقى عندكم شي غرفه اكبر من هذه شيئا ما يعني في اي بي ولا سويت مدرسه الاطار هذا ماشي كلينيك بريفي باش ايوا ولكن عايز عندي شي مره اسمح لي يا دكتور يلزمك تحترم الاختصاصات نقدم لك نفسي اولا انا برلماني والاخ المثيل امامكم وزير وعيب وعار تعلق الوزير السيروم في كراعو غير ما بقاوش العلاقات شنو نديروا ليه تاع الكلام شكون هو البرلماني اللي عندكم في الدائره اللي ما قيمش بالواجب ديالو هو انت الاخ الاخ بوليس معك البوليس ضابطه القضائيه شرطه قضائيه ولا تما وقلنا الهضره هذه لا لا والله الزميل الاخ الزميل تاع بوليسي شوف الشاف دابا هزنا درنا له طوستو هزنا وير ياك سكوت دوري 445 المركز لقينا القبض على المهربين اش شنو مهرب يا خويا يجي ما 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 بانش طامي طامي ما بانش طامي طامي اسكنا شرطي كلفته وضحته صافي صافي قلت في المرقه ارتحيتو فينا فيك فتا يوم السبت غدا لحد ما كاين حد والاثنين فيري والثلاث الاربعه الخميس الا خدمنا الوكيل صافي قلت في المرقه تصرحيتو جماعه أو ودعناكم فايد مولانا ليه تمشيو هافي أمشدوا الطريق إيه عرضكم الخير يا ربي لك هالكم زينة إن شاء الله يا مولانا يديني غندوزو ليه تمشيني شام ما تصد لا على اليمين لا على اليسر ليه تجبر غيتك إن شاء الله أحد الصحراء دي ما فيها لا اليمين لا اليسر
ثم دابا عصابه يجرام ياك. لا 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 شف. انا الزميل. احنا كنت انا بوليسي وكنت مهمة سرية. حتى انا بغيت نقول حتى انا صاحبي بوليسي هو الشاب. احنا كنا تابعين واحد الرقاصه ومع قرض واحد السمر عنده فلوس في ديال المافيا هي الرواسه. وكاش دابا كاينه 50% قسامه. انت ما قسامه 50% ياك نسكت. دابا كيفاش دابا معكم عصابه انترناسيونال معكم الرواسه شحال فمروا من الناس؟ دابا الرقاصه تكون عند ديك 26 25 نقولوا. وهذاك داك السمر عنده 45 42 والقرض عنده 50%. نسكت. مرشوه البحث على واحد السيد عنده 45 عام، واحد السيدة عندها 25 عام، ومعهم عزة. لا شاب، قرض. معهم قرض، وقال يكونوا معهم دي زاسوسي، أوفر. لا شاف أنا ماشي أسوسي معهم، أنا زميل، أنا زملاء. شاف ممكن تليفون؟ ياك بوليسي، خذ راحتك، عيط. نحيط على لو سيبيريور ديالي باش نثبت لك بلي انا بوليسي. ما كيجيو حد اليوم الحد واللي بيرمانونس سالتين من الإدارة. ممكن مكالمة أخرى. ده الأو بارلور؟ ها؟ ده الأو بارلور؟ لا اش بغى هاد المصيبة؟ يخ اوف. الو مراتي حبيبتي الغزال ديالي. الو عاد طفات عليك الشمعة فين كنتي؟ لا والو مراتي غير البسطام ديالي طاح ليا فيه الوراق وبغيت تصيفط ليا الوراق الدوبل باش نثبت الناس بلي راني بوليسي. اش من بوليسي؟ ياك حصلوا عليك كتشد الرشوة يا الكذاب يا المنافق يا الشفار. لا مراتي بشويه راه كلشي كيسمع راه دايرين لو بارلور. اسمع اللي بغى يسمع ما كيهمني حتى شي واحد. اصلا انت ما بقيتيش كتهمني المنافق. بعد مني عطيني اتساع اويلي عباد الله. واش ولدك ما بقيتيش عاقل عليه واعطيني اتساع وخاصني يعرفوك على حقيقتك يا الشفار. الله يزوم شعر. دابا واش عندك شي واحد اللي من طايط اخر؟ يكون عندي الله. انتو منين على السلول؟ عمرني انا ما تشرفت كي تكرفت معاك 16 ديال العام ديال الحبس وعمرني ما بقيت بلا شريبه وقالوا كيتسخروا عليا جا منين نجي معاك واش انا مالي صار خمي تابعني النحس. واش انت ما كتهدش ياك؟ هد هوي لعبة طاوي هوي اللي مالي انا تهدش. مسعود شنو؟ الماء قاعد شي انا من ظهري يتلاقى بيا ضايا ديال الماء وسط الصحراء زعما انا كاع مرضي الوالدين. هذيك راه بنادم اللي كتضربو السخانه الراس كيولي يشوف الماء تراب. ولا عجبك سيري جيبي لنا كاع شويه الماء يلاه جيبي لنا الشرب. سعيده 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 سعيده. Thank you.
يا قلت كان من زغر تاعي خطر تبعد لي ياك عن 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 شت 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 تحيدي تقول اشوف بلا ما تغفل عليا 50-50 لقيتي معايا انا بحال عزيز عليا انا امي مزغرت عليا وتفرق لي من هادشي انا بلي مدمن انا شتك خرجت قروني عاوني 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 والله لا خدتي بالله انا حسيت شري ديك ناري بيا يلا بغيتي تعيقي بيا قال بيه شي تدرب يعني شدي انا في العفس هاكي يلا ما يصعب يلا فوق زيدكم فوق زيدكم بغا طيح عليا الباطل لا دوقات شتو عطات انا باقي عندي ركابي باش نوقف طيحت عليا الباطل اخويا زيدك فوق زيدك فوق راك مسكت انا بسم الله خويا بسم الله هي ويلي خويا راك بعقلك تما كسرت بالصف لا باغي شنو الضباني راه الميزان ديال الحراره انت طلعتي لي الصاد لا لا عايشه اسيدي مامو لا لا ميرا شكون هادو هادو الجواد قول لي بيوقفوا معايا قال لكم عرضنا لكم الجو والله الا ما وقفوا معاه يرجعوا لي فلوس الزكيه رجعوا لي فلوس الزكيه راه بقيهم عليا غاليه بقيهم عليه غاليه وندير لهم شي ليله من الليالي غايدير لكم الليله عوفوا معاه الله الله بسم الله عليك خويا سلام بلاني نزلت دابا جيب لي ولد اختك ولد اختك بغيتو دابا يهضر ايه ولد اختي هذا ما يبان شتيك على ما بانش غادي نعيط على ديك الشوكافه صاحبتي هي غتقلب لك عليه شتك ولدتي العين ش دايره فيك ما تشغلكش جيبي لي ولد اختك دابا ما حد داك المسخوط تاع الوزير هزوه ما عاقش اي ويلي دوك راه جوادي هما اللي صيفطوه ديريكت في غبغوبه للسبيطار ايه داك شم الجواد عندك راه تخربيق هذاك راه جن غواص وجن طيار جابوا لي واحد الرصد بالحق كيلي عرضنا لك وجه الله خويا لما بعد ليا من جوادي وطلب التسليم ونوض كاع دير لهم شي ليله تكون فاعله تاركه الا بغيتي تمشي حد العام الزكيه غيرد لك الزكيه عشتي لا لي خدتك عليا ياكم ما كنتش انا دابا ها كرك باقي تبيع في الصوفه في خميس مامره شنو حد سوالم سوق الاربع تبارك الله على بنت وليد بن طلال ياك بك كنعك ترام على ارض الجموع ويخون الاراضي ديال اللي تامه وعمك كان عفراق شي كيخون البقر مع الفجر معايا انا تركت الشفاره وانت انا راه كنسمع فيك السيد تقول فهمتي ولا لا ما غفال ولا ديال مجال حراره فمي انا غادي نقول لك داكشي اللي وقع نطقطقت السلام عليكم انا راه حيت كتشفت فحجاتني شويه الخلعامه ما عمري دخلت عند البوليس دابا كيشتي الشاف با مسكين فيه الفوبيا جات تقيف الكار والكار هو يحطنا باش بغيت تقيه ومشى علينا وزاد لقيتينا الشاف لقاونا هما الرجال ديالك يتنهبط للماء حيت با كطلع ليه شويه كطلع ليه طونسيون هكا با كطلع ليه طونسيون وهبطي في الزكراسو جينا خارجين حنا تلقاو داك العجب انا الشاف كنقسم لك بالله الشاف عمر الحشيش ما شفتو غير في السينما ما كنعرفوش انا هما الرجال ديالك يقولوا لي قولي كنشمو يسحب مني الشكلاط ياك با كانت كتغني دابا كتغني داكشي ديال رضا الطلياني ايه هي كانت كنغني رضا الطلياني عمري ما عرفت بنت شيخه الناس كيلوحوا في الفلوس هي كتلوز قدامهم الناس كيشوفوا فيها حاضريني ولكن انا ما كنت مشكل انا الدنيا كلها انا واحد انسان طيب كنصلي في الدور والصلوات الجمع وكنصدق انا المدمن على الصدقه انا قبل الحشيش انا ما همشيش معايا الا كانت هي كتكمل وانا ما بخبرش الله يعفو عليها السوايع اربع السوايع وانتم كتهضر معايا عرفتوا لي 400 قيس خرجوا معايا قسما بالله الا انا الحشيش غادي نكون كميتو جوج المرات ومات واحد المره ولكن عفا الله عنك يا حشيش يا صفاش مسخه ما كنعرفش تهضر ولكن المره مزيانه قلبها ابيض وعاش المخزن وتحيه حقو الانسان سير سير نسير ماري دولي برام دولي الله يحفظكم Oh,
ليا مع راسك شخار ولا في الحباسات؟ شكون شلا خانو لنا بقى كاين شي بلاتي غنمشي معاك نزيد في الخيمه ليش هكاش شرر وكل بس نزل بكر عرفه وهي اللي قد جيلا البردو وسمعت لها حتى الأحمر تهجرتي هجرتي واسكت وترجل مرة واحدة في حياتك ورا هي اللي حرشتني ها احنا برجلي ها احنا غنترجلوا معاكم احنا ديرين والو سلمية وي سلمية لا يا سلمية وي سلمية وي سلمية لا 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 وي سلمية وي صافي بارك عليا انا مالي انا شيط يتيم ما عنديش دار نبدا نضرب انا على الجدران هز اخويا كمل خلينا نترزقوا شوفي الله يرحم لك الوالدين شوفي لنا داك الساروت شوفي كيفاش نمشي مسمار نفرقعوا هذيك الباليزه نجبدوا داك الطامع الدنيا ونمشي نتمتع انا وياك واش انت كتهضر من نيتك طيب واش فراسك انا وياك روشيرشي وهاد القرض باقي ما لاح ليا الساروت وتكمش اخويا وخلينا نترزقوا نجمعوا شي دريمات صافي ملي انا روشيرشي انا غادي نمشي دابا ديكلاري براسي بالكوميسير نقول لهم انا جيتكم صولة بلا ما تقلبوا عليا ما تخسروا لا مازوط ولا بوليس ولا 24 ساعه على 24 ساعه واخا سيدي هي اللي ما تعاود نوض سيدي سير عندهم باش يفتفقوا امك مورا الشمس يلا نوض فاش غنبقى نسبع معاك انا دمي واش غدير واحد حاجه احسن من هذا الشيء كله انت من طريق اخويا وانا من طريق راه وصلتي ليا هنا صافي ها هذا كلام مزيان يلا سي يلا متى غنتفارقوا عاوتاني
فهمتي؟ اجي لهنا. Ça va? Je suis médecin. Non, 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 laisse-le, 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 deux et trois. ويلي 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 خرج لينا بلا في الباريير فرحان عاونت بابا بابا حنكت ماما ماما ارجو التصبيقات 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 هادي ولدي تهلاي يلا نمشيو حنا الله يخليكم تمشي كيبغي يدري لي الصغار يتكوت حليوات تي ما جاتك الولادة تبغيت ناكل انا الحلوى عرفتي كنا شي فلتاش والله العظيم تمشي مني النص ديري في كروسة وانا بحال الدري الصغير كنموت على الحلويات وانت اش تكلم كاع اش تبقى تضرب ليا على كرشي يا كنا غا كنمثلو وعطيتي اختي راسك انت كتمثلو فوق طبيب واقف حدا كون ولدك قرض كون تسطى لما كنتي وليتي هندية تولدي لبعة انا جاب الله انا هاك الكسكوت طلع لي هذا اريد نسخط الوالدين ما في غنزي ها لا والله ما غنطلع معاك سكتوا بوليس وين وليدي كان والله ما تعتقدوا في الله ولا سي لا لا تابع 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 مرحبا بدريك الكراطيط فين ساروت؟ خالي خليني نتكلف بلا ما تصدع راسك فين ساروت؟ ايه؟ وساروتي انا؟ فين هو؟ وانا؟ سكات الوحيد اللي عنده حق يدوي في الدار هو انا فين ساروت؟ والله الحاج الا ساروت الا صارت القرقور قروري قرقوري سكت اخويا فضيوهالي لا 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 بنتي لا غلطتي هذه ماشي من خصايرنا احنا منعوت علينا الجود والكرام ومرحبا بكم ومرحبا بالطريق اللي جابتكم ساروت انا كنت بلاصتك ما عطيتنيش ساروت ما قلت لك هاد قال لنا داك الروسي غورباتشوف الكبيري زعاب راه بالفلوس الدوبيز والزرقاء والبرو والاير هادي غير هضره وكلام زايده عندي لكم واحد الحل زوين وغادي يعجبكم غادي نعطيكم 100000 درهم لواحد ايه لا لا غتعطيني 9 مليون باش نقسم انا وسعيده 50-50 تصنت لي يا وليدي الله يرضي عليك راه قرايه مزيانه بعض المرات 100000 درهم راها اكثر من 9 مليون شوف فيا منين كون كندوي معاك خالي ما تنساش الفلوس اللي كانت تسالك ديال الخدمه غتسد فمك انت الغدار يا قليل النيه يا قليل الخير انت بعدا كون ما عيطت لكش خالتك ما كنتيش غتجي سكا 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 بس من القضيه فيها خالتك وجداك وعمتك وحناك ولا اش عندك خيلي هذه ولات الفاميله انا عطيوني رزقي الباي ديالي وسدت مادام انا رزقي نسكت شوف الله يرضي عليكم صنتوا ليا
العزيز ديالي انت الوحيد اللي غتقول لي فين كاين الساروت باين عليك ما كتكذبش لا والله ما نكذب عليك خليني نضرب على الحاج اسكت اعترف بيه راجل اعترف بيه انا ورد كنا في المحطه هي هز الساروت لحته والقرض نقص شكل الساروت بلا ما قصرته وكل الشهود انا نجيبك الشهود كاع ديال المحطه سبحان الله كونار حياني الله تعت كنسمع باللي القروده كياكلوا السوارت عليا باليمين وباليمين وباش كيحلفوا الاحزاب ديال الاغلبيه باش كيحلفوا وما تجبد السوارت اولدي حتى بلاصتك يلقاو فيها الرماد الحاج والحاج اعتق اعتق راه مشينا فيها شتي هذاك الوزير صاحبك راه عاود كل شيء للبوليس اجيو اجيو تشوفوا اجيو اش كاين اجيو تشوفوا اجيو اش كاين وشنو قال لهم أكدت مصادر إخبارية عليمة من المغرب نبأ اعتقال الشرطة لصيد التميم يتمثل في شخصية رفيعة المستوى برتبة وزير هذا الأخير اعترفت القائمة لدى الضابطة القضائية بعلاقته مع مرحبا مرحبا نقدم لكم راسي أنا مول الدار تسمح لي نطلع لك في البوطة الزملاء الزملاء انا واحد منكم انا الزملاء علي سينيوري هولا يو سبيك انجلش اعطيهم العصير كاتي بيني بيني شغل ماي فادر مي تو وونت سبينيش بارسا ريال رونالدينو كسفاراتا سينيوريستا سينيورا سينيوريستا زاني كومبران توزور با سي كي جو بو فير بور فوز ايدي اي وونت سبانيش جو ريال بارسا تورتيا انا وهاد المادموزيل سينيوريستا قرب بواد القرض حيت حنا في واحد الجمعيه ديال تربيه القراضعه حاربونا ما بغوناش نديرو هاد الشيء كيضربوا لي هاد المادموزيل بحجر في الدرب تشوهنا بلاتي كيس باسا سيديو لا بو سي با جي ريفيان جي ريفيان اعطي لي بيتي غاتو لي بيتي غاتو جي ريفيان اي بو سي با بو سي با اي بو سي با غراسياس تيا حتى تهضرنا مع جوج كلمات في الاسباني انا نمشي نجيب لنا الحلوى ما كنتيش مع بالعربيه كون ذبح لي الحولي سعيده كمي من يوم بقيت تسمع مني نقول لك الله راه ما كيسد بويرتا حتى كيحاول بويرتات اوري طوفا شكا
rail, j'suis sur rouge là. Des fois j'les rail, trahi par des rails. J'oublie sur du rail, c'est pourtant j'les rail. C'est pourtant j'les rail. والفرح في صدري والباقي عذاب عذاب عذاب. كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب. والفرح في صدري والباقي كله عذاب عذاب. شنو شنو واش التمريض ولا مالك؟ واش كالس ليا في كنازه؟ وتر غير سكري على اسمو الاغنيه فيق والله تيبان لك يشتها ويجذب بالله. عرفتي الا بقيتي كتغني ليا هاد الاغنيه هنا كلشي غينعس وغيزيد فحالك. وبين الندبات على حنتي ديك طلعي لنا الروسيطه يلاه. بالي اخويا القرد حسب لنا الروسيطه شحال فيها. من صغري سوفر